مساء الخير ومساء الورد عليكم. تعالوا كده عشان في موضوعين مهمين قوي هنتكلم فيهم دلوقتي في نادي الزمالك، حاجات حلوه قوي هتعجبكم. اجمعوا تعالوا نتسلى شويه 10 دقايق من النار ان شاء الله، باذن الله يكون لايف موفق. هقول لكم في المستجدات في نادي الزمالك، عندنا ثلاث موضوعات اجمد من بعض. خليك معايا للاخر عشان نتسلى شويه حلوين. برحب بكل الناس اللي بتدخل، اهلا وسهلا بيكم، منورني عند طبعا صفحتي على الفيسبوك، او اللي بيتابعنا على قناتنا على اليوتيوب، اياهما افضل حضراتكم، تشرفوا هنا او هناك. عندنا ثلاث موضوعات اهم من بعض. الموضوع الاولاني هنتكلم على مهند لاشين اللي عمل تصريح غريب جدا ضد كابتن نادي الزمالك طارق حامد، وهو شايف من وجهة نظره ان هو احسن من طارق حامد بكتير، هنرد عليه. وايضا هنتكلم على بيان رابطة نادي الزمالك في قطر، عملوا حاجة عظمة وجامدة جدا، هنتكلم عليها برضو. وفي الاخر هقول لكم شوية مستجدات كده على الانتخابات في نادي الزمالك، الاسماء اللي ترشحت فعليا في نادي الزمالك. ولكن في البداية دعوني ارحب بحضراتكم، اهلا وسهلا بكم، منورين اللايف كالعادة، منورين دايما اللايف كالعادة. تعالوا نبدأ على بركة الله. ولكن قبل ما ابدا، لو سمحت الناس كلها المهتمه، بنعمل مجهود كبير جدا، اتمنى تعملوا مشاركات في كل مكان، واتمنى ان اللايف ده يصل في كل حته. أو ما تخش كده، عايز على الأقل 50 شير في الأماكن المخصصة لي، اللي أنا بقوله مش عارف يعني إيه الأماكن المخصصة، ولكن اعمل شير في أي حتة أنت عايزها. مهند لاشين طلع قال تصريح عظيم جدا، عجبني، دمه خفيف يعني. بيقول لك إن هو أفضل من طارق حامد، ولكن الناس بتحب طارق عاطفيا. يعني هو أفضل ولكن الناس بتحب، ما أعرفش يعني إيه عاطفيا، يعني إحنا بنحب طارق عاطفيا إزاي؟ مش فاهم يعني. يمكن يعني ذكرياتنا مع طارق مثلا ان هو كان لعيب كويس وبقى دلوقتي لعيب قليل ولا ايه، ولكن انا بقول لو كانت العاطفه هي اللي مخليانا ان احنا نختار طارق حامد، فاعتقد العاطفه هي اللي ممكن تخليك موجود في مقارنه اصلا معايا. مهند لاشين، مجرد وجودك واسمك بالتواجد نفسه بجوار النجم الكبير طارق حامد، اعتقد هي دي قمه العاطفه اصلا، العاطفه اللي حطيتك بجوار طارق حامد افضل خط وسط في افريقيا. فكون ان انت تقول العاطفه اللي مخليه جماهيريه طارق اكتر مني وان انت احسن منه، دي حاجه بره المنطق. زي ما انا بقول لكم دلوقتي، انا مش اسلام، انا اسمي اسماعيل. يعني انت اسلام يا عم، احنا عارفينك، هو كده انت يعني بتدينا مثل بحاجه مش مفهومه يا راجل. طيب بدل ما تقول ان طارق حامد نجم كبير وتتعلم منه وان انت شايفه ان هو اسطوره، الناس هتحترمك وجمهور الزمالك هيقولك شابوه وانت جاي ومستقبلك جاي وطارق مش صغير، يعني انت اللي جاي في المستقبل ان شاء الله. ولكن اول ما تفكر تزيح عايز تدينا كتف في اسطورة الزمالك، يا قلبك يا مهند، يا قلبك الجامد. وطبعا الكلام ده يا جماعة يسأل عنه طبعا اللي بيدير الحوار، سؤال صعب. اول حاجة، اخطر حاجة في كرة القدم ان اللعيب يعمل مقارنة مع اي حد. لما تيجي تجيب لاعب في نفس مركزه تعمل معاه مقارنه، كان في لاعب في المصري تقريبا اسمه احمد ياسر الموسم اللي فات، مش عارف ولا قبله حاجه كده يعني، كان طلع برضه قال لك انا احسن من فرجاني ساسي واحسن من طارق حامد لوحده كده. يا ابني محدش اشتكى لك، حد قال لك اصلا اعمل لنا مقارنات؟ هو لوحده شاف نفسه احسن من فرجاني وشاف نفسه احسن من طارق حامد. فتصريح غريب يعني، انا مش عايز اعلق عليه، ليه هنضحك؟ وانا مش من عادتي ان انا يعني اكون همسك حد اقعد اتريق، انا مش عايز والله اقول حاجه، ولعب كويس، ولكن تصريح غريب جدا يا مهند. انا يعني مش عارف انت يعني ايه ده، تدخل مع مين، داخل تحدي مع مين، وبتقارن نفسك بمين؟ كل الاحترام ليك، ده طارق حامد، طارق حامد يعني اي حد في وسط في مصر يبصله كده. ان انت تحلم تصل لجماهيريه طارق حامد، تحلم تصل لاصرار طارق حامد، لاسم طارق حامد، لما تصل لنصه والله العظيم كلنا هنسقف لك. ولكن خانك التوفيق وتصريح غريب. ولو العاطفه فعلا هي اللي مخلينا نختار طارق حامد، فالعاطفه اللي دخلتك في منافسه مع طارق حامد مجرد ذكر اسمك. واعتقد التصريح بتاعك لو انت كنت طالع، يعني مش كنت عايز اقولها والله، لو انت كنت طالع لقاء كامل مع الكابتن الكبير كابتن احمد شوبير، ما حدش كان هيشوف اللقاء لولا ان انت لازم تجيب اسم طارق حامد عشان الحلقه تتشاف. بمنتهى الصراحه يا جماعه والله، لو ما كانش حد يعني، لو مهند ما جابش سيره طارق حامد وما قالش اصل طارق حكايه وروايه والموضوع بتاعه كذا، ولا كلنا خدنا بالنا، ولا حد كان شاف الحلقه، ولا كنا عرفنا وقال ايه اصلا. ولكن لازم اجيب ذكر طارق حامد عشان الحلقه تتشاف، وعلشان الحلقه تظهر، وعلشان الناس تبص عليه. فماشي، ده الموضوع الاولاني. رابطه الزمالك في قطر عملت موضوع جامد جدا يا جماعه، لازم نشكر الناس ديت وكل اللي ماسكين الرابطه في دوله قطر. كابتن هيثم فاروق وكل اللي ماسكين هناك عملوا درس قاسي
ومسكوا علاء صادق، يعني بصراحة مفيش أجمل من كده. علاء صادق فتح البحري، عمال يشتم في دوت وعمال يلعن في دوت ويتريق على دوت، وشايف الزمالك مش موجود ومش عارف لجنة فض المنازعات ومش عارف الاحتواء العالمي، وكان بيقعد يقول حاجات غريبة بيضحك بيها على الجماهير، اللي هو كان يقعد يقول لك الأهلي هياخد الدوري وهيتسحب من الزمالك، مش عارف الأهلي هيروح لمحكمة مين فين، وحاجات بره يعني عارف انت دماغ حلبسة. الحلبسة كانت سايحة على الآخر يا جماعة، والناس كانت بتصدق، وقعد يقول لك معرفش ايه وعايز يعمل نفسه بقى ان هو يعني ايه جامد جدا وفاهم حاجات محدش فاهمها وهنروح فين والاهلي هيتسحب الدوري من الزمالك، وناس دعمت الموضوع وناس صدقت وانا كنت اتفرج واضحك. النهارده رابطه الزمالك رفعت قضيه على علاء صادق فعليا وطلبت بتعويض مبلغ كبير جدا. الفلوس اللي هتطلع من علاء صادق هتصرف على نادي الزمالك، هتخش خزنه نادي الزمالك، لان تعتبر ان الزمالك هو اللي تضرر من الموضوع ده. علاء صادق لما غلط غلط في نادي الزمالك، فبالتالي التعويض اللي هيدفعه علاء صادق هيخش برضه خزنه نادي الزمالك. نشكر كابتن هيثم فاروق، اتمنى علاء صادق يشوف له اي سكه في اي حاجه ثانيه يتكلم على الموضوع ثاني. استاذ محمد رمضان علي بعت لنا 200 نجمه، شكرا يا جينيوس. تحياتي لكل الناس اللي بتدعمنا يا جماعه، الف شكر يا استاذ محمد. فده رد محترم جدا من رابطه الزمالك في قطر، عملت رد غير طبيعي، وبنشكر على كل حد في اي حته في العالم بيحاول ان هو يجيب حقوق نادي الزمالك. وطبعا ده قطر، في الامارات الزمالك النونة ان شاء الله طالع في 27 يناير الجاي، دعموا الزمالك، مش تنسوا زمالكنا الجديد. عندنا اتنين زمالك انا قلتها في اللايف امبارح ولكن بعدها تاني، الله اكبر، الزمالك على الترابيزه عزوه، الله اكبر، في الوطن العربي كله، عندنا في مصر وممكن نفتح نادي جديد في البرازيل، وعندنا دلوقتي في الامارات اهوت، ويا جماعه الزمالك هيجتاح، بص في كل حته، في كل حته. انا نفسي اشوف بقى الزمالك الاوروبي ان شاء الله نلعب في اي دوري من الدورات الاوروبيه. فكل الدعم لنادي الزمالك، وبنشكر الناس اللي موجوده في قطر. الموضوع الاكشن بقى، لو كان اللي فات فيه شويه كوميديا كده، بلاك كوميدي يعني على الاحداث اللي بتحصل، سواء تصريح مهند لاشين البلاك كوميدي جامد، يعني هو يضحكك ويحزنك في نفس الوقت على عقليه لاعب بيقارن نفسه بنجم كبير زي طارق حامد، ده اسمه بلاك كوميدي، اللي هو يعني حاجه بره المنطق. لو بنتكلم على الرد القوي جدا من الناس اللي في قطر اللي عملوا رد على نادي الزمالك، هنخش على الاكشن وهي انتخابات نادي الزمالك والموضوع اللي الناس كتيره جدا مش فاهمه فيه حاجه. يمكن انا قليل الكلام في هذا الملف، ما بحبش الكلام في الملف الخاص بالانتخابات لسببين، وتعال احط لك السببين في وشك. السبب الاولاني يا جماعه ان انا راجل زملكاوي بيور، ما بحبش يتقال عليا متربح او ليا مصالح مع حد، واهم حاجه عندي مصلحه نادي الزمالك، فالموضوع دوت بينغصني بيضايقني. انا احب نادي الزمالك، عايزه مستقر، عايز اي حد يمسك النادي يكون كويس، عايز النادي يطلع ويبقى كويس. لما بنقول راينا بنقول مثلا ان فلاني كان كويس، الناس تيجي تقول لك اصل الفلاني دوت بيديك فلوس، لما بتيجي تقول الفلاني مش كويس يجي يقول لك اه ما انت عشان بتكرهه، فهي ماشيه كده. وللاسف يعني نادي الزمالك متقسمه احزاب، فالواحد دايما بيختار ان هو يفضل طاير. نتفرج على المشهد من بعيد وندعم نادي الزمالك بدون اي مصالح، فانا مش هتكلم بشكل عميق قوي، ولكن انا هقول لكم اللي بيحصل دلوقتي. هقول لكم الناس اللي ترشحت فعليا في نادي الزمالك ودخلت نادي الزمالك، واللي راحت نادي الزمالك عشان تأدي يعني دورها في الانتخابات كله. يعني دي حاجه ديمقراطيه جميله جدا، من حق الجميع انه يخش وينتخب ويحط اسمه، وده يشرح اللي دوت وجهه نظره، وده يكلم الجمعيه العموميه. يا جماعه ده الطبيعي، ولكن اللي مش طبيعي ان حد يكون من بره كل شويه لما الزمالك يقوم على رجليه وبيعمل انتخابات، تلاقي واحد عمال بيعمل شكوى مش عارف محكمه ايه وعايز يوقف الانتخابات وعايز يعطل الدنيا. ده اللي بره المنطق تماما، ان واحد عمال يتفنن طول الوقت بانه ازاي يعطل نادي الزمالك على اي حاجه فيها استقرار. كل ما الزمالك استقر شويه يقوم رازعه واحده، ده حاجه متعبه جدا. تعالوا اقول لكم الاسماء وبعد كده اقول لكم رايي في اللي بيحصل دلوقتي. اللي ترشحوا دول انا هقولهم، دول هم ترشحوا فعليا، يعني دول اللي راحوا ترشحوا. في الاستاذ سامح الخوانكي، ده ترشح تحت السن، ده خلاص اوريدي ترشح. محمد طارق ترشح تحت السن. هشام نصر هيروح بكره، هيترشح نائب رئيس في قائمه احمد سليمان. احمد سليمان اترشح النهارده رسمي، راح نادي الزمالك وترشح. الحسين سمير نجم نادي الزمالك في السله، عضويه مجلس اداره الزمالك، ده ترشح فعليا. مصطفى سيف العماري عضويه، ترشح فعليا. الاستاذ صبحي عبد السلام نائب رئيس رابطه النقاد الرياضيين، اعتذر عن الترشح. وهنا الموضوع ده يمكن بعض الناس ما كانش فاهمه، بتقول لك مره واحده هو
الاستاذ صبحي عبد السلام كان متحمس بشكل كبير، وهو يعني استاذي وعلى تواصل شخصي بيه، بعتبره اخ اكبر، ولكن زي ما جيت قلت لكم المواضيع ديت بتبقى دايما مش مفهومه. فهو مره واحده شال ايده من قصه الانتخابات، وفي بعض العلامات الاستفهام ده هو ما ترشحش وزعل علشان ما اعرفش ما دخلش في قائمه المستشار، لا ده يمكن علشان متضايق وبتاع. الموضوع ما كانش كده خالص، في اسباب ممكن تكون اسباب تانية هو شايفها من جواه مش عايز يخش بسببها، ولكن مش قصه القائمه نهائي. واكبر دليل على كده هو وضح للناس على صفحته اسباب الاعتذار، هو بيقول انا مش عايز اترشح دلوقتي يعني فجاه، بس هل في سبب؟ اكيد في سبب، ومش معقول يكون عنده دافع قوي ان هو يخش ينتخب ومره واحده كده يشيل ايده. يعني احمد ابراهيم عباطي بيقول لي يا اسلام شوف اللي داخل يشتم، وانا مش هشوف اللي داخل يشتم، واقوم ساب اللايف واقعد ابص على هنا، وده بني ادم ما تبصلوش بعد اللايف تك تك. بصوا يا جماعه اللي بيقعد يشتم دوت، اه والله هقول له على حاجه جميله جدا، اضعف واحد على السوشيال ميديا هو الشخص الغلط ده. ليه؟ عندنا احنا ادوات سهله جدا، حاجه اسمها بلوك، فبتدوس الزرار انا بطيرك بره الوجود، ما بتبقاش موجود، لا تعرف تتابع اخبار ولا تعرف تشوف، وهتلاقي نفسك في كل صفحه عمال بتطرد شخص غير مرحب بيك. خليك لطيف، عجبك المحتوى اتفرج، مش عجبك المحتوى اطلع روح شوف حاجات تانية، اعمل ريلود كده لصفحه الفيس هينزل لك حاجات تانية، اتسلى واقعد براحتك. لكن انت اسهل واحد ان الواحد يتعامل معاك، اسهل واحد اللي هو الشخص الغلط، هتاخد بلوك وهتختفي، فسيبكم منهم، ما حدش ركز معاهم خالص، انسوهم. وبعدين انا بتكلم دلوقتي جد، ما دخلناش لسه في الهزار، في اوقات بنلعب فيها وفي اوقات نخش في الاكشن، فخلينا دلوقتي احنا في الاكشن دلوقتي. نكمل بقيه الاسماء. فانا قلت لكم استاذ صبحي عبد السلام اعلن اعتذاره خلاص، ما نعرفش ايه الاسباب، مش عايز ارتجل انا كمان بلسانه هو، ممكن ان شاء الله في مره اعمل معاه مداخله اعرف ايه اللي عنده، ايه الاسباب اللي خلته ما يترشحش، ولكن انا على نفسي مشهري. هشام نصر ابراهيم تحت السن ترشح. كابتن هشام يا كان عنده نيه الترشح ولكن لحد دلوقتي ما راحش النادي، ولكن هو قال ان هو يترشح هو كمان كابتن هشام يا كان. دكتور احمد عفيفي اترشح برضه تحت العضويه، فوق السن ليه عضويه عاديه يعني. احمد عبد الحق السباعي او عبد الرحمن السباعي عفوا عضويه برضه. وعمرو هريدي قال ان هو يترشح ايضا رئيس، ولكن لسه لحد دلوقتي برضه ما راحش. فالسريع كده يا جماعه، سماح الخوانكي، محمد طارق، احمد سليمان، الحسيني سمير، مصطفى سيف العماري، هشام نصر، هشام يكن، زي ما قلت لكم لسه، احمد عفيفي، احمد عبد الرحمن السباعي، دول اللي ترشحوا فعليا. الاسامي الكبيره يمكن كانت المفاجاه النهارده هو ان احمد سليمان راح بالفعل نادي الزمالك عشان يترشح كرئيس لنادي الزمالك. عايز اقول لكم على حاجه جميله جدا، واحد يجي يقول لي يا عم اسلام ما تفتح لنا قلبك كده وقول لنا طيب انت مع مين ولا انت عايز ايه، اقول لك خليها في نفس يعقوب علشان ما يقولش ان في تاثير. انا رايي واللي انا بحبه الناس كلها عارفاه، اللي انا مقتنع بيه الناس كلها عارفه، عارفه انا بحب مين، وعارفه انا عشت مع مين فتره كويسه، وعارفه الزمالك كان صعب فتره عامله ازاي، ومين اللي جه فوق الزمالك، فانا مش محتاج ان اتكلم واقول رايي. ولكن خلينا نسرد الاسماء، اللي عايز ترشح ترشح، في الاخر في قرار جماعه عموميه هم اللي قرروا، ولكن انا بقول لجماعه العموميه والنبي لاجل جه النبي خلي بالكم اختاروا صح، انا ما فيش حد هيملي عليكم اي قرارات، في جمعيه عموميه محترمه جدا هي اللي تقرر وتختار اللي هي عايزاه تماما يعني، فاختاروا صح، خلي بالكم اللي بتختاروه، وخلي بالك لو الجمعيه العموميه فرضنا مثلا 40,000 50,000 100,000 فبره في ملايين، القرار بتاعك دوت هيكون صعب بالنسبه لنا، فلازم تركز كتير جدا جدا وتخلي بالك في اختيارك. تمام؟ احمد سليمان ترشح زي ما قلت لكم النهارده خلاص راح. لسه في اسماء كتير جدا مجهوله، الناس مش عارفه اذا كان ترشح ولا لا، زي هاني العتال، زي ممدوح عباس اللي كل شويه شكاوى. عايز اقول حاجه قبل ما اختم معاكم اللايف، لان انا عارف ان هو لايف من اللايفات اللي هي بيتقال عليها دراميه شويه، انا ما بحبش الدراما قوي، ولكن مضطرين ان احنا نطلع نوضح للناس اللي بيحصل. بصوا يا جماعه، المستشار مرتضى منصور انا كسلام علوي اؤمن ان هو احسن رئيس لنادي الزمالك، ولو انا صوتي، انا مش عضو جماعه عموميه الحمد لله، انا صوتي مرفوع، لو انا صوتي وعضو جماعه عموميه اقسم بالله العلي العظيم انا بدخل نادي الزمالك زي اي حد في الدنيا، ولا معايا ولا حتى معمول لي كارنيه ولا عايز تعمل لي كارنيه، ما بخش في وقت الاجتماعات، فالحمد لله لا ليا صوت ولا اي حاجه، ولكن صوتي من خلال اللايف معاكم. انا احترم المستشار مرتضى منصور، ولو انا عندي صوت هختار المستشار مرتضى منصور عشان الامور تكون واضحه، ولكن داخليا انا زملكاوي، فانا في الاخر هتفرج على المشهد واتمنى ان الجمعيه العموميه هي اللي تحكم، لان انا مش صاحب قرار خلاص، انا دوري انتهى، ومش هعمل اي تاثيرات من اللي هي على شاكله مثلا طعن في زمم او كلام من ده، مش سكتي ولا موضوعي خالص، انا اهم حاجه عندي نادي الزمالك والديمقراطيه هي اللي تغلب، الكويس يترشح. والله يا باشا جبت مين؟ جمهور الزمالك كده كده عنده كل الهيستوري اللي هو اعضاء الجمعيه العموميه، وفاهمين مين كويس ومين مش كويس، براحتهم يختاروا زي ما هم عايزين. ففي النهايه نتمنى
اللي ينجح يخلي باله من نادي الزمالك، وكفايه صراعات وكفايه تخوين. نفسي اشوف مره واحده بس في حياتي قبل ما يحصل لي حاجه كل اعضاء الزمالك وكل رؤساء الزمالك عاملين كده اهو. نفسي اشوف الترابط ده، وده اللي مخليني انا واحد شخصيا انا دلوقتي مش عايز اطعن في حد ولا عايز اتكلم في حد ولا عايز اغلط في حد، عايز الانتخابات تعدي زي السكينه في الحلاوه. اتمنى بحلم زي كل زملكاوي في جميع انحاء العالم يحلم ان هو يشوف استقرار كويس يا جماعه. فاتمنى ان شاء الله كل الاستقرار نادينا العظيم نادي الزمالك. اللايف ده طويل، ما اعرفش اذا كنتوا مليتوا ولا لا، ولكن لو ما مليتوش وعايزين الكلام ده يصل لباقي الناس يعرفوا اسامي المرشحين، ولا نرد على مهند لاشين ولا رابطه الزمالك في قطر، اعملوا مشاركات ووصلوها لكل الناس. كل الدعم لزمالكنا العظيم، ويومكم جميل ان شاء الله. وخلاص بقى ما عادش فيه اهلي وزمالك الفتره ديت، هنرجع تاني ندعم منتخب مصر، وهترجع تاني الجمهور الاهلاوي والزملكاوي، ومكتوب علينا شويه نبقى مع بعض ونشجع، وشويه هنقعد ننكش في بعض. في الاخر يا جماعه كلها هزار، كلها كوره، كلها رياضه. مش عايزك تتضايق مني ولا تزعل مني، طبيعي لما انت تخسر هحفل عليك ده حقي، وطبيعي لما انا اخسر اديك مساحه ان انت تحفل، ولكن الموضوع كله في الاول وفي الاخر ما يعديش ان احنا بننكش بعض من سبيل التسليه. يعني هي رياضه في الاخر على سبيل التسليه، كلنا بنهزر. حلو يا جماعه، اشوفكم على الف خير، تحياتي ليكم، ويا رب دايما يعني اكون ضيف خفيف عليكم. مش عايز حد يكون زعلان مني، سواء حتى من اصدقائي الاهلاويه، ما كل حته اخويا اهلاوي يعني، اخويا الاهلاوي انا كده يعني، اعتبرني اخوك الزملكاوي اللي هو بيقعد ينكش ان انا بحفل او بهزر، فمش عايزك تكون كارهني، الموضوع ابسط من كده. حبايبي الزملكاويه انتم في القلب دائما وابدا. اشوفكم على خير، السلام عليكم.